وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق في زيارة للمملكة في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا. وكان في استقبال جلالته بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث رحب سموه بجلالة الملك خوان كارلوس وبزيارته لمملكة البحرين التي تعكس تميز العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص جلالته على زيارة البحرين. كما كان في الاستقبال محافظ محافظة المحرق وعدد من المستقبلين.